انسبكشن اند بالبيشن. في حاجات بنعملها انسبكشن بالبيشن مع بعض الموفمنت بوزيشن ترانزيشن. ده لازم تعمل انسبكشن وكونفيرم بالبيشن. لازم انسبكشن وكونفيرم بالبيشن. في حاجات يا دكتور عملها انسبكشن وكونفيرم بالبيشن زي الموفمنت بوزيشن ترانزيشن. طيب ركز بقى يا جماعه، هنبدا الزميشن ازاي؟ الاول ان شاء الله اول حاجه اكزامن الموفمنت، اول حاجه في الشيست اكزامن الموفمنت شغاله ازاي. اقول لك كومنت على الموفمنت، اكزامن الموفمنت ازاي. اه كده صبحي صبحي في كده صبح. انا خدت خطين يا جماعه اهو، خط على الكوستال مارجن وخط على كلاب. خط على الكوستال مارجن وخط على كلاب. طيب لان الكوستال مارجن دوت معناه ان البيز اوف ذا لانج هيلثي فيها موفمنت، وكلافتي معناها الايبس اوف ذا لانج هيلثي فيها موفمنت. لما تيجي تعمل اكزامينشن موفمنت بتعمل انسبكشن وبالبيشن. انسبكشن وبالبيشن، انسبكشن بتنزل عند رجل العيان وتبص تندنشن على كوستال مارجن وعلى كلافتي. تنزل عند رجل العيان وتبص تندنشن على كوستال مارجن الاول يا بنات ورا، واقول له خد نفس طلع نفس، خد نفس طلع نفس. طالما الكوستال مارجن بيتحرك يبقى البيز هيلسي. اعلى سنه كده اهو، فبص على كلافك خد نفس طلع نفس. لو كلافك بتتحرك يبقى الهي الايبكس هيلسي. اوعى تعمل كومنت بعد الانسبكشن، ما تقولش نورمال ولا ليميتد ولا او اوعى غلط. لازم كونفيرم بالبيشن وبعدين ايه اتكلم بقى ازاي. اشتغل بقى على الفرنت وعلى الباك. فرنت حط ليك سوبر ميموري، خد نفس طلع، خد نفس طلع. ايديك بتتحرك تمام. على الميموري اريا خد نفس طلع، خد نفس طلع. على الانفرا ميموري خد نفس طلع. حس بالحركه بقى على ايديك نفسها بالظبط بقى. سوبر ميموري لوحدها، ميموري لوحدها، انفرا ميموري لوحدها. كان زمان يقول لك خد فولد على الميموري اريا، خد نفس طلع، والفولد يفتح ويقفل. خد فولد على مين؟ انفرا ميموري اريا اهو يفتح ويقفل. بس طبعا دلوقتي ما عادش حد بيعملها، ان الفولد ده بيعمل ليميتيشن للشيست موف. اه بيعمل ليميتيشن، ما عادش حد بيعمل الفولد ده. هو حط لك السوبر ميموري، ميموري، انفرا ميموري. ماشي بطن خاصه لو ما تعملوش. طيب كان بطن خاصه صح؟ احط السوبر ميموري، ميموري كان زمان ياخد فولد، دلوقتي ما ياخدوش فولد. انفرا ميموري كان بياخد فولد، دلوقتي ما ياخدش فولد. كان في العام على الباب تعمله مرتين قاعد العيال بياخدوا درس على الواحد كان في العام وبايديك بتعمل الموفمنت مرتين، سوبرا سكابلر وانفرا سكابلر. سوبرا سكابلر مش كده ومش كده، لا بتانكش صابعك على شيء كتف العيال، صابعك بتانكش على كتف العيال، مش بتانكش كده كلها ومش تبقى مفروده. انكش صابعك كده اهو، خد نفس طلع، خد نفس طلع. وانفرا ميموري كان زمان بياخد فض كده، خد نفس جامد طلع، نفس طلع. دلوقتي ما عادش بياخد فض، انفرا سكابلر من غير فض دلوقتي. يبقى بعملها على الباك مره سوبرا سكابلر ومره انفرا سكابلر. وعلى الفرنت سوبرا ميموري، ميموري، انفرا ميموري. كده يبقى انت عملت الموفمنت تمام. نام يا عم. يبقى الموفمنت عملت انسبكشن وبعدين بالبيشن. اوعى تعمل كومنت على الموفمنت نورمال ولا ليميتد الا بعد ايه؟ بعد البالبيشن. تقول بقى الموفمنت ليميتد ولا نورمال. لكن في الانسبكشن ما تقولش كومنت. خلاص؟ الحاجه الثانيه اكزامن البوزيشن. سيبني شد دلوقتي. اكزامن البوزيشن. ده سؤال؟ ولا سؤال اكزامن ترابيه؟ اكزامن ترابية كلها. ترابية بثلاث حاجات بقى. أو أربع حاجات، ثلاث حاجات اللي إيه؟ غير البوزيشن. تعالى البوزيشن كده إزاي؟ والعيان قاعد. والعيان قاعد. بص كده معايا عيان على البوزيشن بتاع الترابية. في هنا يا جماعة سكور موصول ماسل أهي والتانية أهي. بص على إيه؟ على التندون بتاع السيرو ماستوري. بالشكل ده كده. انسبكشن للتندون بتاع السيرو ماستويد، انسبكشن بتاع البوزيشن التندون بتاع السيرو ماستويد. خلصنا الموفمنت انسبكشن وبالبيشن، دلوقتي فين؟ في البوزيشن انسبكشن وبعدين بالبيشن. تبص على مين؟ على التندون بتاع السيرو ماستويد مصر. لو برومنان على ناحيه يبقى التركيه شفت على الناحيه دي. ادهم اصلا حاله ايه؟ هيل بالمونري تي في على الرايت سايد. فايبروزس، فايبروزس شد التركيه على الرايت سايد. لو ركزنا كده اهو هنلاقي ان التندون على الرايت سايد برومننت اكتر من الليفت سايد. هتقول ايه بقى ساعتها؟ ردك تقول ايه؟ بوزيتيف تريل ساين، بوزيتيف تريل ساين رايت سايد. رايت سايد دي معناها ايه بقى؟ دي معناها كده
ان التندون بتاع السينوسويد برومنت على السايد يعني التركيه اللي شفت على السايد. يبقى انسبكشن التندون بتاع السينوسويد لو برومنت على ناحيه يبقى التركيه شفت على الناحيه دي. هتقول بص التريل ساين على السايد او تقول التركيه شفت على السايد او التندون بتاع السينوسويد برومنت على السايد. ده انسبكشن. لازم تكونفيرم بالبيشن. كونفيرم بالبيشن ازاي؟ قصاد العيان تيجي وتيجي على دماغه حط صباعك الاول في النوتش ده كده وبعدين تزق مرتين، مره بين التركيه وبين التندون على اليمين ومره على الشمال. مره بين التركيه والتندون على اليمين ومره على الشمال. صباعك يخش كده الناحيتين يا اما يخش فيرتيكال على الناحيتين. مش تعملي ناحيه هورزونتال ناحيه فيرتيكال. اهو مره بين التندون والتركيه على اليمين ومره على الشمال. الناحيه اللي تلاقي فيها التندون تنس والجروف ده شالو ده ايه؟ شفت على السايد. الناحيه الثانيه تلاقيها لاكس والجروف ديب يبقى هنا ده ايه؟ ده الناحيه اللي مش فيها شفت. يبقى الناحيه اللي فيها شفت تلاقي جروف شالو والتندون تنس تنس كده. بالبيشن بقى اكدت الكلام. طب بتحط لك هنا الاول ليه يا دكتور؟ دي طريقه قديمه بدايه فيرست ستيب بتاعت الاكزامينشن عشان كان زمان قبل ما يعملوا الحركتين دول انا احط لك على الترقيه ده هي الترقيه يحسها جايه يمين وجايه شمال باصبع واحد بس. دلوقتي بتبدا بيها برده وبعدين بتحط اصبعك يمين ومره شمال. الناحيه اللي فيها التندون تنس والجروف ده شالو دي اللي فيها الشفت يا دكتور. ده لو كان سؤال اكزامين البوزيشن. طب لو كان سؤال اكزامين الترقيه يا قصيه الباب اللي ورا ده انت كده. لو كان سؤال اكزامين الترقيه كده بقى يبقى ايه؟ وسع منك سؤال. في عندك غير الايه؟ غير البوزيشن في ايه تاني في الترقيه؟ انت عملت الايه البوزيشن؟ في حاجات ثانيه؟ في اللينس. اللينس وفي الترقيه بتاعت وفي التراكيو ماليشيا. التراكيو ماليشيا اللينس والبوزيشن والطب والتراكيو ماليشيا. طب اللينس ازاي؟ في صوابع العيان تمسك ثلاث صوابع وتقيس المسافه من الكريكويد للنوتش. الكريكويد ده فين؟ ده اسمه ثايرويد كارتريج. تحت منه كده اهو هتلاقي كارتريج عامل زي الرنج زي الخاتم كده. ده ايه؟ ده الكريكويد كارتريج. بتقيس مسافه منين؟ من الكريكويد للنوتش كده اهو. من الكريكويد هتلاقي كده كارتريج زي الرنج عامل زي الخاتم كده تحت ثايرويد. المسافه دي نورمالي 3 فينجر صابع العيان. ليه استخدمت صابعه؟ عشان يبقى مقياس ثابت للفولو اب. يعني ايه؟ يعني دايما 3 فينجر عندي وعند جيد. انما صابعك انت صابعك تخينه صابعك رفيعه هتعمل مشاكل. طيب لو واحد عنده سي او دي الشيست بيبقى عامل ازاي في سي او دي يا جماعه؟ مرفوع كده اهو. صدره عالي. التركيه بتغطس فين؟ في الشيست. تيجي تقيسها تلاقي 2 فينجر بس. 2 فينجر او 1 فينجر. يا 2 يا 1 فينجر. دي يبقى شورتن. يبقى التركيه لو شورتن علامه ايه؟ بارل تشيست. لو التركيه شورتن علامه بارل تشيست. يبقى نورمالي 3 فينجر صابع عيان من الكريكويد للنوتش. لو اقل من كده صباعين او صباع ده معناها ان التركيه شورتن ودي علامه سو بي دي. نمرة ثلاثة الطج. طج يعني موفينج حركة. التركية نورمال ما بتتحركش الا مع البلع بس تبلع تلاقي بص تتحرك تفاح هذا. غير كده ما بتتحركش لا مع النفس ولا مع الفرس. احط صباعين دول كده اهو. تبقى قافل ده ازاي؟ كده اهو. واحطهم فين يا دكتور بقى؟ على سيرود كارتريج كده اهو. اضمهم على بعض كده اهو واخليهم يلمسوه كده. اقول له خد نفس طلع خد نفس طلع. المفروض التركيه ما تتحركش مع النفس. لو بتتحرك تحت ايديك يبقى ده معناها ايه؟ التركيه الطق. في تركيه الطق موجود خلاص. ده بيحصل في حاله السي او دي تركيه الطق مع النفس وبيحصل في حاله الاورت انوريزم مع النبض. تاني ما ينفعش تمسكها كده هو غلط. يقول لك الدكتور يقول لك ايه بتخنق العيان. طب ما لو اشوفك عيان تاني ماسكه كده اهو هيخاف منك. لازم تضم صبعك كده اهو واصبعينك دول فوق بعض كده يلزقوا التركيه كده اهو. ده التركيه الطق. لو في حركه يبقى عنده تركيه الطق موجود. لو موجود نورمالي مع مين؟ نورمالي مفيش تركيه طج. لو موجود مع السي او بي دي بيسموها كامبل ساين. طج مع السي او بي دي اهو. طج مع السي او بي دي اسمها كامبل ساين. يقول لك اعمل لي كامبل ساين. كامبل ساين. الطج مع الاورت انوريزم اسمها اوليفر ساين. اوليفر ساين. طب يا دكتور ده تعرف تعملها ازاي بقى دي؟ بعمل الطج كده اهو. احط صباع على مين؟ على السيرت كارتريج. خد نفس طلع نفس مفيش حركه. لو في حركه افرض في حركه بقى تعمل ايه؟ بقول له خد نفس طلع نفس في حركه حاسسها. يا ترى الحركه دي مع النفس ولا مع البلس؟ اكتم نفسك كده شويه. لو الحركه وقفت يبقى دي كانت شغاله مع النفس. لو لسه شغاله يبقى مع النبض. تمام؟ تركيب الطق مع النفس ده سي بي دي كامبل ساين مع البلس
ده اوليفر ساين تحسب فورس انوريزم ده تركيب الطبق. اخر حاجه تركيب ميليشيا يعني تركيب بتطبق صفر. تبص على سنه سينوس ده النوتش ده النوتش ده لما تاخد نفس وتطلع ما بيتغيرش اتحركش. لو عنده تركيب طبق تركيب ميليشيا الطرفيه تبقى صفر لما ياخد نفس تتطبق يطلع ترجع تاني ياخد نفس تتطبق هيحصل ايه؟ لو عنده تركيب ميليشيا بص على النوتش كده هيحصل ايه؟ ساكشن ابورد ساكشن ابورد النوتش ده بيغطس كده لجوه ساكشن ابورد ده تركيب طبق مع ايه؟ مع النفس تركيب طبق ده تركيب ميليشيا اهو بيحصل ايه؟ النوتش يحصل له ساكشن ابورد كده عنده تركيب ميليشيا. يبقى رقم اربعه تركيب ميليشيا بيعمل ايه؟ هتبص على النوتش وتقول له خد نفس جامد طلع لو النوتش ما اتغيرش مفيش تركيب ميليشيا يحصل له ساكشن ابورد يبقى في تركيب ميليشيا خلاص؟ ده كان التركيب. طيب السؤال بعد كده اكزامن ايه؟ البلسيشن هتعمل الكاردك بلسيشن كلها الكاردك بلسيشن كلها اهم واحد اللي بيجسد البلسيشن وده جه سؤال مره دكتور قمر مره جابه ليه اللي بيجسد البلسيشن اهم بلسيشن في حاله الشيست لان يا دكتور في حاله الشيست الانفيزيما بتداري على الايبكس وتداري على البراستيرنال وعلى الاورتك وعلى كل حاجه ما بتعرفش تشوف منها حاجه لكن اللي بيجسد ده العلامه الوحيده اللي رايت فينتس كان لارج الكوربا مونال تعالوا كراسه اهي العلامه الوحيده للكوربا مونال خلاص يبقى ليه يا دكتور بس بلسيشن اهم بلسيشن في حاله الشيست لان الانفيزيما بتداري على مين على الكاردك بلسيشن ما عدا اللي بيجسد بس خلاص حسنا مع مجموعه مراجعه النظر الجديده الناس الجداد معايا بكره الساعه 12 الناس الجداد هعمل لهم ميعاد جديد رابع اشرح لهم فيه الكارديو ونص النيور اللي فات يعني لحد ما احنا واقفين ويكملوا في المجموعه الرابعه بتاعتهم الميعاد الرابع بتاعهم معاكم بحيث يبقى خلصوا معاكم يبقى الناس الجداد هيجوا بكره الساعه 12 هيحضروا معانا النيورو عادي وبعد حصه حد منهم ميعاد رابع اشرح لهم الكارديو ونص النيور اي حد جديد يلتزم بكره يجي الساعه 12 بحيث احدد له ميعاد رابع عشان عيد اللي فات خلاص اوكي كده طيب وصلنا ايه يا جماعه بقى؟ وصلنا اكزامينشن بتاع البلسيشن هتعمل الكاردك بلسيشن كلها اهم واحد اللي بيجسد ليه سؤال كان جابه قمر السنه اللي فاتت في كيسه ليه اللي بيجسد بلسيشن اهم بلسيشن في الاكزامينشن بتاع الشيست؟ لان الانفيزيما بتعمل كروشمنت على كل البلسيشن ابيكال وبراستيرنال كله مفيش غير حاجه واحده بس اللي ممكن اشوفها اللي بيجسد ودي العلامه الوحيده على ان في كوربا مونال دي العلامه ان في كوربا مونال اللي هو رايت فينتري لارجر يبقى ده العلامه الوحيده خلاص طيب نرجع بقى يا جماعه ايه الليجنز 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 انسبكشن بس الانسبكشن بس ازاي تبص على السكارز على البيجمنتيشن على السكين ليجنز على الديفورميتي في الباك على السبانا بيفيدا انسبكشن بس الشيب بقى انسبكشن بس يبقى الشيب والليجنز دول انسبكشن بس تعال نشوف بقى الشيب ده قصده ايه الشيب ده دكتور سهل جدا الشيب ده كلمه ونص شكل الشيست عامل كده عامل كده اهو ده الشكل الطبيعي العرض اكبر من الطول يعني الترانسفيرس على الانتر بوستيريور دايمتر يساوي 7 على 5 وبيسموا الشكل ده الشكل ده كده اسمه ايه؟ الليبتيكال الليبتيكال ده الشكل الطبيعي للشيست النورمال شيب ان الترانسفيرس على الانتر بوستيريور 7 على 5 وبيسموا ده الليبتيكال شيست الابنورماليتيز ايه بقى؟ الابنورماليتيز تغير الشيب حاجه من الاثنين يا اما اسيمتريكال يا اما سيمتريكال تغير في حاجه من الاثنين اسيمتريكال ناحيه يحصل لها بلج او يحصل لها ريتراكشن اهو ناحيه يحصل فيها بلج او يحصل ريتراكشن نعم يلا نعم يبقى اسيمتريكال ان ناحيه يحصل ايه يونيلاترال بلج او يونيلاترال ريتراكشن وسهله البلج دايما حاجه في البلوره والريتراكشن دايما حاجه في البارينكيما يعني البلج ده هي نيوسوركس افيوجن هيدرونيوم والريتراكشن ده يا فايبروز يا كولابس ده اسمه اسيمتريكال شيب سيمتريكال ان يحصل بايلاترال بلج كده بايلاترال بلج كده اهو ده كده سيمتريك او بايلاترال ريتراكشن كده بايلاترال بلج اهو او بايلاترال ريتراكشن هتقول له الشكل سيمتريك بيسموا ده الر
شيست بيسموا ده بارل شيست برميل وقلم اهو مفروض عرفت ازاي انه بارل لازم الترانسفيرس يبقى قد الانتروسيرو الترانسفيرس على الانتروسيرو يساوي واحد على واحد تقريبا ساعتها يبقى كده بارل شيست يبقى انت في الكومنت بتاعك بتعمل ايه بتمسك الاول هل هو الشكل سيمتريكال ولا اسيمتريكال الموضوع بسيط فيري سيمبل مش معقد زي ما انتوا فاكرين يا سيمتريكال يا اسيمتريكال ناحيه فيها بلج او ريتراكشن خلاص كده اسيمتريكال الناحيتين بلج او ناحيتين ريتراكشن قبل ما تقول بارل او الر لازم تعمل ايه قبل ما تقول الكلمه دي لازم تقيس الدايمتر هالالر هتلاقي ترانسفيرس على انتروسيرور اكتر من 7 على 5 ده كده بس اسمه ايه الر شيست تقول الر هنا لقيت الترانسفيرس والسيرور واحد على واحد يبقى بارل كلمه بارل دي بقى تضعف في الاخر خالص تعالى نشتغل كده ونشوف الحاله بتاعتي ايه حالتي الاول نورمال كل بلج بلورال يا فيوجن وسورس ادرينال كل ريتراكشن بارينكمال يا كولابس يا فيبروس يا ريزكشن طيب تعالى بقى اكزامن كده الشيف السؤال بقى اوسكي سؤال رائع يلا فاس كتير بص اكزامن السؤال هقول ايه الشيف حد يقول ابدا ازاي ها ابدا ازاي سبيكشن الاول هو كله ريسبكشن اصلا يا ربي الاول تعمل الموفمنت يا دكتور ليه الموفمنت ناحيه عاليه وناحيه واطيه ما ممكن الواطيه دي هي النورمال ودي اللي بلت وممكن دي النورمال ودي الريفراكشن اعرف منين النورمال من الابنورمال بالموفمنت لو المنظر كده بتتحرك يبقى دي نورمال يبقى البلج هو ده لو دي بتتحرك يبقى دي النورمال يبقى ده الريفراكشن يبقى اكزامن الموفمنت اول حاجه اكزامن بوزيشن اول حاجه ايه الشيب اكزامن اول حاجه الموفمنت ازاي اهو بنزل عند رجل عيان ببص للجنشن خد نفس طلع خد نفس طلع الناحيتين زي بعض ده نورمال بقى اهو الناحيتين زي بعض اكتم نفسك اقارن الاثنين زي بعض نفس الارتفاع يا دكتور نورمال تشيست نورمال شيب ازاي الموفمنت نورمال على البوث سايد طالما الموفمنت نورمال والناحيتين نفس المستوى يبقى نورمال شيب تعالى بقى اللي عنده فيوجن على الرايت سايد فيوجن على الرايت سايد اسمع كده خد نفس طلع خد نفس طلع لقيت الناحيه الرايت ما بتتحركش مفيش حركه خالص والناحيه الشمال شغاله تمام اعمل ايه بقى اقفل نفسك كده ببص يا دكتور لقيت ايه بلج على الرايت سايد شوف انا قدرت وانا قلبي جامد قلت بلج على الرايت سايد ازاي ليه قلت هنا بلج لان دي اللي ما بتتحركش والشمال بتتحرك اهي قلت بلج على الرايت سايد ايه الاسباب يا ابني فيوجن نيبوسورك سايدونيم دي اللي ثابته نفس العيان عيان تاني بقى عيان تاني اهو عنده ايه فيبروزس على الشمال كولابس على الشمال خد نفس طلع خد نفس طلع الموفمنت ديمينش على الليفت سايد قليله طب في الموفمنت باصص ليه باصص للكوست مارجن باصص للكلافيك ادي المكان اللي تبص عليه كوست مارجن اهو وكلافيك خد نفس طلع الشمال ما بيتحركش اكتم نفسك الناحيه الشمال فيها ريتراكشن يعني بصيت المنظر كده اهو ودي بتتحرك تمام قالوا ايه الشيب اسيمتريكال ان ذا فورم اوف ريتراكشن على الليفت سايد لازم تكون اسيمتريكال وريتراكشن على الليفت سايد ليه قلت كده ريتراكشن يا ابني عشان دي اللي بتتحرك ودي اللي ثابته اذا ازاي يا دكتور تعمل كومنت على الشيب من غير موفمنت ما ينفعش منين عرفت الناحيه النورمال والناحيه الابنورمال صح يبقى عشان اعرف النورمال والابنورمال لازم اعمل موفمنت الاول وبعدين الشيب عشان ده يقول لي طيب تعالى بقى واحد تالت بقى انا كده عرفت الفيوجن وعرفت الريتراكشن بلج وريتراكشن واحد تالت بقى عنده ايه عنده سي او بي دي شوف الاكسيد بقى عشان كمان تمام تعالى بقى يا دكتور واحد بقى عنده ايه سي او بي دي بص معايا كده اصل واحد يقول لك دكتور انا عرفت اتنين بلاترال بلج واحد يقول لك اعرف اتنين بلاترال بلج من واحد نورمال يمكن عنده عضلات من موفمنت يا دكتور اهو انزل على الرجل عنده سندنشر خد نفس طلع خد نفس طلع بايلاترال ليميتيشن بايلاترال ليميتيشن للموفمنت خد نفس طلع خد نفس طلع بايلاترال ليميتيشن اكتب نفسك الشيب سيمتريكال ان ذا فورم اوف بايلاترال بلج انا بصيت على الموفمنت دكتور انت ناحيتك على اليمين كده اهو مفيش حركه فقلت لك ان الشيب سيمتريكال على بايلاترال بلج اوعى تقول برد
تقول له ايه؟ هشوف هو برل وانا لسه مبقاش برل. ازاي؟ تجيب كتابين وتحطهم كده اهو تحت بطن العين كده اهو. خد تحت بطنك كده وخد تحت بطنك كده اهو. والمزوره بتاعتك هتسمعها سماعه وتقيس الترانسفيرس دامتر كده اهو بين الكتابين مستوى النبل فوق النبل بالظبط. قيس كده اهو الترانسفيرس سي 28. يبقى حاطط الكتاب قدام ارفع ظهرك كتاب ورا انزل لو في مخده شيلها اهو. وبعدين قيس الانتروبوسيرو مستوى النبل برضه بين الكتابين طلع مثلا 26 يعني تقريبا زي بعض. يبقى تقريبا الانتروبوسيرور قد الترانسفيرس يبقى الحاله بره الجسم. الدليل كمان تالت بقى تقيس الانجل سبوت الانجل الصم تيست اهو هتلاقي الانجل اوبتيوز. خلص الكلام بره الجسم غلطه كبيره. لو في الامتحان قلت بره الجسم من غير ما تعمل كده اللي بيحصل بقى ايه؟ في الامتحان اكزام الشيب تنزل عندك العينه اهو ناس كتير شاطره خد نفس طلع خد نفس طلع بايلاترال ليميتيشن كده انت تمام. اكتب نفسك بايلاترال البلج يبقى بارل تشيست يا دكتور. لا مش كل البلج بارل. البارل فيه شرط ان الترانسفيرس يبقى ايه؟ تقريبا عند الانتروبوس تقريبا دي الفرق بين سم 2 سم لا يسرع. ودي لازم اعمل ايه؟ اقيس الدمبل اهو كتابين في الجنب كده اهو يا دكتور بايلاترال البلج جايز يكون بارل وجايز يكون لسه ما بقاش بارل. احط الكتابين كده اهو يحضنهم كده العيان وما اقيسش ما اقيسش مثل اقيس كده لا فوق النبل بالظبط لازم فوق النبل اهو الترانسفيرس مثلا 30 ده الترانسفيرس. اكتب ورا اكتب قدام ارفع ظهرك وقيس تاني انتروسيف مستوى النبل اهو كده طلع مثلا 27 ونص 28 يا دكتور تقريبا الانتروسيف ده الترانسفيرس يبقى الشكل بارد. واتاكد بالسب بوستال انجل اللي هو السب ديست الانجل اوبتيوز خلاص كده. يبقى عشان تقول بارل دي مش كلمه سهله تخيل. ولما يسالك سؤال شيء رقم واحد الموفمنت قبل الشيء مين عكس البارل يا ابني؟ القلر. ايه القلر ده؟ شيست متطبق الراكيتك شيست او فلات شيست متطبق اهو قلر يعني ترانسفيرس عريض جدا اهو فرانت الفيل قليل قد كده. ده مين ده القلر شيست عكس البارل خلاص؟ يقول لك عكسه ايه؟ بارل عكسه قلر. بارل يعني برميل. برميل ده معنى ايه؟ دايره دايره اهي اسطوانه العرض قد الطول اهو قطر واحد عرض خلاص. طب ده كان بالنسبه لمين يا جماعه؟ الشيب. حاجه صعبه الرخمه اللي عندكم هي الشيب. طيب اخر حاجه بقى كده ايه خلصت انا كده انسبكشن. لاحظ عملت ايه؟ موفمنت مع بالبيشن انسبكشن بوزيشن انسبكشن بالبيشن البوزيشن انسبكشن بالبيشن كاردك بوزيشن كلها الكاردك بوزيشن كلها دكتور جزء من الشيست اكزامينشن. وبعدين الليجنز انسبكشن بس الشيب انسبكشن بس التي في اف بالبيشن بس ادنتيشن ساوند بالبيشن بس. تي في اف ده ازاي؟ تي في اف ده هيتكلم والكلام ده هتحسه على الشيست تحسه بايديك تحسه فايبريشن. بحس ازاي؟ بالروتس والفينجر. بحطها ازاي؟ احطها سوبر ماماري ماماري انفرا ماماري ابر اكزيلا لور اكزيلا دي وعلى الباك سوبر سكابلر انتر سكابلر انفرا سكابلر. احطها ازاي؟ سوبر ماماري ماماري انفرا ماماري. احطها بقى ازاي؟ لازم صوابعك دي تبقى موازيه للريبس بتاعت العيال. اولا ما ينفعش اطيق كده لازم كده اهو بالروت بالروت فينجر. شوف صباعي عامل ازاي اهو بص صباعي اهي كده بالروت هي تمس الشيست مش ايدك كلها الروت وتكون بارل للريبس الريبس ماشيه اوبليك يبقى ديك يبقى كده اه. بص معايا بقى المنظر ولا 40 ها ازاي كده سوبر ماماري ها سوبر ماماري 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 انفرا ماماري انفرا ماماري ايده في جنبك ايدك على دماغك تروح على الزله اهو بص ابر الزله دي مع ابر الزله دي لورا الزله دي مع لورا الزله دي تعالى كده بقى وحش الخط كل ده فوق بيقول برضه 44 اه ما انت شغال بيه تي بي اف. بص تعالى معايا تاني على الفرنت اهو تحط ده ازاي سوبرا ماماري يلا 44 ماماري انفرا ماماري. لاحظ الحركه زجزاج زجزاج ازاي لما يكون الشيست ريجن بلاترال زي سي بي دي للازمه زي تعمل ايه؟ تبدا يمين تنتهي شمال. تنتهي شمال تبدا شمال اهو تنتهي يمين
تبدا المكان اللي انت وقفت فيه. يعني انت مثلا بدات كده وقفت هنا، ابدا من هنا، وقفت هنا ابدا من هنا، وهكذا. يعني تروح كده وترجع كده اهو، ادي زلزال اهو، ده الزلزال. انما امتى اعمل كومباريزون؟ لو ناحيه تانيمونيا او كافيتي، كل مره ابدا ناحيه واحده اهو، ابدا من يمين، ابدا من يمين، ابدا من يمين. يبقى زلزال لو كان بالاترال شيت ديزيز، ابدا كده واخلص كده، ابدا كده واخلص كده، وهكذا. انما لو كان بالاترال، لو كان يونلاترال ناحيه واحده فيها المرض، كومباريزون كل مره، كومباريزون كومباريزون. طبعا الفرنت ثلاث مرات، ها سوبر ميموري، ها ابو عبيد مع سوبر ميموري، ميموري ميموري، انتر ميموري انتر ميموري. جيت على الزله بقى، ايدك على دماغك، ضغط الاكزامينشن، ايدك على دماغك عشان يفتح لك زله، ابر زله دي ها مع ابر زله، لور مع لور. جيت على الباك، ربع ايدك عشان يفتح لي ايه؟ ربع ايدك يفتح لي صدر العين من ورا. بص ضم ايدك كده ثاني، بص ضم ايدك، شوف حصل ايه؟ افتح ايدك، شوف حصل ايه؟ بيفتح صدر العين من ورا. يبقى لما تيجي تشتغل الباك تعمل ايه؟ ربع ايد العيان. دي من ضمن التكنيكس، لما ربعش ايدك يبقى انت غلط. شوف السكابلا كده انفضت ازاي؟ طب ضم ايدك كده ثاني؟ اهي دخلت على بعضها كده ثاني. افتح اهي. اشتغل ازاي بقى؟ سوبر سكابلا مع سوبر سكابلا. انتر سكابلا مع انتر سكابلا. طيب بص معايا كده اهو، يلا طلعت لك كده ليه؟ ان الريبس هنا هورزونتال مع سوبر سكابلا، انتر سكابلا قول مع انتر سكابلا، وانفرا سكابلا شوف ده عامل ازاي مع انفرا سكابلا. ايدك ماشيه ايه؟ موازي للريبس، هنا الريبس وبيك وبينك وبيك، هنا هورزونتال هنا هورزونتال، هنا هورزونتال هنا هورزونتال. يبقى لما تشتغل على الباك ربع ايدك على جزيرك على دماغك على الفرنت لك بجنبك، ده وضع الاكزامينشن خلاص؟ ده التي بي اف. بدل ما تحسه بقى تسمعه، يبقى اسمه فوكال ريزونانس. يعني ايه؟ بدل ما تحسه تسمعه اسمه في ار، فوكال ريزونانس. نفس الاماكن بس بالسماعه بقى المره دي. بالمقارنه بقى عشان بقى يبقى كل ايه؟ حاجه واحده. هتحط سماعتك على الاماكن اللي هتطلع ايه؟ تقف ايديا واسمع بايه؟ بالسماعه بقى، اسمع ايه؟ في ار. قول يلا. معاك؟ ها؟ 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 ايه ده؟ بسمع الفي ار. يبقى مره بتحس الفايبريشن بتاعت الصوت ومره بتسمعها. قدام على الميدكال بيبر لاين. سوبر ماري ماري سوبر ماري. ما ينفعش اسمعها كده اهو. وكده اهو. وكده لا. في مستوى النبل اهو. مستوى النبل، مستوى ده. خلاص؟ يلا نسمعه كده مع بعض. يلا 44. ها؟ ها؟ ماري. ينفع ماري. كده على دماغك. ابر اكسلري. عميد اميد زي الراين. ها؟ دور اكسلري. ها؟ لف. ربع ايدك. سوبر سكابلر ها انتر سكابلر. في السماعه بقى في مشكله. ايه المشكله؟ ده على دماغك يا عم. ده الاسبانتر سكابلر لسه رسم على اساس موجود اهي. بيشاور على مين؟ تي 3. بيقسم منطقه نصين، ابر انتر سكابلر ولور انتر سكابلر. ايه يا دكتور اهميه الكلام ده؟ ان الايبكس بتاعت اللور لوب موجوده في اللور انتر سكابلر اريا اهو، وده فيري كومن سايت للتي بي. فيري كومن سايت للتي بي اهو. يعني التي بي بيجينا كتير وبيعمل هنا برونكا بريس ساوند. ربع ايدك بقى. بيعمل برونكا بريس، بيعمل دارنس، بيعمل كريبيتيشن. فممكن يقول لك اسمع الفي ار على الليمس بتاع اللور لوب. لا، برقص الليمس بتاع اللور لوب. لا، حس التي بي اف على الليمس بتاع اللور لوب. بص خطيت الليمس بتاع اللور لوب. عايز بقى مكانه، احدد مكانه ازاي؟ ايدك على دماغك يا بنات. في الوضع ده السباين بيشاور على مين؟ دي ثلاثة. تحته تحته ايه؟ اللي هي بيكسر لور روب، اللي هي اسمها لور انتر سكابلر. فوقه ابر انتر. ما يزدها كده خلاص، ربع ايدك يا عم. شوف بقى وانا بسمع في ار، لازم اميزها بقى. لكن في ايديك كان رب شويه. ها يلا 44. ادي سوبر سكابلر. ابر انتر سكابلر مع ابر انتر سكابلر. ابر انتر سكابلر دي مين؟ البيز بتاع الابر روب. يلا. دي الايبكس بتاع اللور روب اللي هي فين؟ لور انتر سكابلر. مع لور انتر سكابلا. يبقى انا فكيت المنطقه ديت الى منطقتين، ابر ولور. ابر انتر سكابلا، لور انتر سكابلا. ابر انتر سكابلا، لور انتر سكابلا. اللور انتر سكابلا دي في الكومن سايت فور تي بي، سؤال مشهور جدا في الامتحان. اسمع ايه بيسال لور لوب، حس ايه بيسال لور لوب، برقص ايه بيسال لور لوب، وهكذا. بعد كده انفرا سكابلا، بعدين انفرا سكابلا. لاحظ حاجه ثانيه، وانا شغال سوبرا وانفرا سكابلا، ربع ايدك، ده الاسباين بتاع السكابلا اهو. اسباين اهو. سيب دراعك كده. سباين اهو. حرك دراعك بقى. ربع ايدك، ربع اهو. سباين اهو. خد خط كده اهو. يعدي السباين في الانجل دي. انجل بتاع السكابلا مش سباين. والانجل دي. الحته اللي تحت السكابلا دي اهو. دي انفرا سكابلا. ودي اسمها سوبر سكابلا.
يبقى الملاحظة الثانية، لما اشتغل سوبرا سكابولا هيكون في مستوى السكابولار لاين، السوبرا والانفرا في مستوى السكابولار لاين اللي هو بعدي فين؟ في الانجل. لما اشتغل انتر سكابولار لا ده بره بالتبرال يا بنات، انا بتكلم لما بشتغل انتر سكابولار بشتغل بره بالتبرال، لكن لما بشتغل سوبرا وانفرا سكابولار بشتغل في مستوى السكابولار لاين. لاحظ هنا اهو، ادي السوبرا وانتر انفرا سكابولار، سوبرا وانفرا، وادي السوبرا والانفرا في مستوى ايه؟ سكابولار لاين، هو اللاين بعدي فين؟ في الانجل. لكن انتر سكابولار بره بالتبرال، بره بالتبرال. ماشي؟ دي ملاحظه ثانيه. طب يلا نسمع مع بعض كده 44 زجزاج اهو. ابدا من هنا زجزاج، ابدا من هنا، ها ابدا من هنا. اول سبيس بعد الانجل بتاع السكابولا، اول سبيس بعد الكابولا، انجل سبيس ده اهو، ده سبيس رقم 7 اهو، اول سبيس ده رقم 7، اول سبيس ده رقم 7. وده يساعدك فيه لما تيجي مده تعد سبيسز ولا حاجه، او عايز تعمل تايدر بالكشر، تايدر بتاع الليفر ده، خد نفس وقت متخبط تاني، انت بتعمل عمليات برضه تعده ازاي؟ على قدام كان بيتعد ايه؟ 3 4 5 تلاقي امبيرد نوت، خد نفس واكتم ترن ريزونانس. طب ورا 7 و8 و9، 9 امبيرد نوت، خد نفس ترن ريزونانس. التايدر بتعمل على الباك برضه تعمله ازاي؟ لازم تكون عارف فين مكان السيفت سبيس 7. يبقى كده عرفت يا جماعه دلوقتي ازاي بسمع بحس التي دي اف وازاي بسمعه. خلاص حالاتك في الشيست 99% من حالات سيو بي دي، السيو بي دي حس يعني تي دي اف 44. ها ها ايه دكتور؟ ديمينش تي اف باي لاترال على الناحيتين تسمع 44. ها 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 ديمينش بي ار، كمل بقى الوقت باقي. يبقى في حالات سيو بي دي ديمينش تي اف ديمينش بي ار. خلاص حالات الكافيتي بقى دي حاله واحده عندكم، كافيتي حاله واحده عندكم، كافيتي على الرايت سايد اهو خليفه. حط سماعتك كده قول 44 هنا، هتلاقي صوت عالي جدا على كافيتي برونكوفوني، ده بقى انكريز في ار في مكان واحد، باقي الاماكن طبيعي نورمال. يبقى الفي ار لما بيقل بيكون بايلاترال، ليه؟ عشان بيقل مع السي بي دي مع الازمه، وده بايلاترال ديزيز. لما بيزيد بيكون لوكلايزد حته واحده اللي فيها كونسوليديشن او كابيتال، الفي ار ده عالي الحته دي. طب يا دكتور دلوقتي انا سمعت هنا الصوت عالي طبيعي اهو، وهنا عالي، انا مش قادر اميز طبيعي من العالي لان انا مش بسمع كتير. اقول لك هم عملوا لك الحل، حل ازاي؟ انا هنا سمعت الصوت طبيعي وهنا عالي ومش قادر اميز العالي من الطبيعي. قال لك خليه يقولك الهمس. قول 44 الهمس. حط سماعنا. مش هتسمع حاجه خالص. على النورمال ما تسمعش حاجه خالص. هنا هتسمع الصوت بالهمس ده. ان سمعت بالهمس يبقى ده عالي على طول. عالي. يبقى لو سمعتش هنا اهو ده نورمال. لو سمعته يبقى عالي. اسمه ويسبرنج ديكترولوجي. يبقى الويسبرنج بياكد وجود البرونكوفوني. البرونكوفوني الصوت هنا طبيعي 44. هنا صوت عالي جدا. طيب اتاكد ازاي؟ قولها بالهمس. ما اسمعش حاجه، هنا اسمع الصوت. ان سمعته بالهمس يبقى اللي فات ده كان برونكوفني، ده ياكد البرونكوفني، اسمه ويسبر الكترونيكي. طب استنى استنى اخويا الحته دي كمان. يا دكتور ازاي فرق بين النورمال والعالي برضه غير الويسبرنج دي؟ النورمال تلاقي صوت السماعه عالي، صوت ده في السماعه ده صوت طبيعي. ده الطبيعي. لكن العالي هتلاقي صوت برج ودنك، كان عندك برد بالظبط، الناس اللي معايا سمعتها لهم دي. البرونكوفني على حاله البرونكيتس سكيل. فاكرينها؟ هتلاقي صوت هنا اهو طبيعي بس في السماعه، هنا تلاقي صوت في ودنك برج ودنك. ده الدكتور امام بتاع البطن يقول لك ايه الفرق بين العالي والواطي؟ العالي والطبيعي. قول له العالي ايه؟ العالي برج ودنك، صوت في ودنك، لكن الطبيعي صوت في السماعه. ايه الفرق الثاني؟ ويسبرنج بسمعه على مكان برونكوفلي، لكن المكان الطبيعي ما اسمعش عليه حاجه. ده ياكد الكلام. اه لو كان في كافيتي مثلا او في مثلا كولابس تسمع الصوت العالي ده. استنى استنى لسه في مشكله. انا دلوقتي سمعت هنا قلت لي ده نورمال وده عالي. تمام؟ اسمع يا دكتور، عايز اتاكد بعمل ويسبرنج، الويسبرنج ده لازم يتعمل. يا دكتور. يا رب. خش كده يا دكتور مش هينفع. تعالى كده بس تعالى كده مثلا، تعالى هنا. لا هنا للاسف. خش ورا هنا كده. خش كده مش هينفع كده. ال ال بص يا جماعه كده، بص يا دكتور معايا. انا بسمع هنا البي ار نورمال، هنا البي ار عالي. برونكوفوني اتاكد ازاي؟ قولي بالهمس يا سيدي 44 بالهمس، لقيت هنا مش سامع حاجه خالص وانا سامعه كده اتاكدت ان ده برونكوفوني. يبقى الويسبرنج بياكد البرونكوفوني. رقم ثلاثه اسمع الايجوفوني. ايه الايجوفوني ده؟ هتسمع نفس الصوت بس في نزل تون الخنفه، يعني هو مثلا ايه 44 هسمعها انت ايه 44 44 خنفه. طب انا مش هقدر اميزها ما اسمعش كتير، خليه يقول جمله
تبدا بحرف العين. عايز اعمل عمليه، عايز اشتري عربيه، علي عليها عليها ولا عبده، علي عليها عليها ولا عبده. حط كده السماعه بقى واسمع. لو برونكوفني بس مفيش ايكوفن اسمع ازاي؟ علي عليها عليها ولا عبده، العين ظهرت. طب لو عندي ايكوفن اسمعها ازاي؟ ايه ده؟ ده كده ايكوفن. يبقى انا في المكان اللي سمعت عليه الصوت عالي هعمل حركتين كمان. هنا سمعت صوت طبيعي وهنا صوت عالي، هعمل حركتين كمان. ايه الحركتين دول؟ ان نفس المكان ده اسمع عليه ويسبرنج، اقول له قول لي بالهمس ان سمعتها، يبقى انا باكد البرونكوفني. رقم ثلاثة انه يقولها بس ما يقولش بقى 44، يقول لي جمله بحرف العين عشان اشوف فيه ايكوفن ولا لا. لما يكون في برونكوفوني يا بنات لازم يكون في ويسبرنج، لازم، لكن مش شرط يكون في ايكوفن. الايكوفن دوت لو في برونكس متنيه كده اهو، متنيه كولابس وفيوجن تحت منه تانيها، او فيوجن عامل كولابس وتاني برونكس، تسمع ايكوفن. يعني مش شرط يكون في ايكوفن. فناس هتسمع عندها عايز اعمل عمليه اسمعها عادي، وناس تسمعها ازاي؟ عين 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 عين. ده كده ايه؟ نزل دور. ده انا خفت بقى. ده اللي جفن يا دكتور. خلاص؟ يبقى دكتور الفي ار الواطي واطي. والنورمال نورمال. العالي بقى برونكوفني ويسبرنج واي جفن. طيب ده كله كان في التي دي اف. ياكل البرونكوفني. بالهمس انت في المكان ده شاكك يا ضب، ده نورمال ولا عالي؟ قول له بالهمس. لو قالها يبقى ده كده عالي. تمام يا عم. نيجي لمين بقى تاني؟ غير التي دي اف يا جماعه؟ الادنتيشا الساوند. خلصت دي خلاص؟ الادنتيشا الساوند. نفس المانوفر بتاع تي دي اف بس ما نقولش 44. ازاي يعني؟ عايز اسمع بقى تي دي اف بقى، بص معايا. الادنتيشا الساوند ممكن تتحس، الرونكاي ممكن تتحس، اسمها رونكاس فريمتاس. والرب ممكن يتحس، اسمه ايه؟ فريكشن فريمتاس. يبقى الادنتيشا الساوند ديت في الادنتيشا الساوند تتحس اه. كريبتيشن لا، هي الرونكاي الرونكاي والرب. الرونكاي فريكشن فريمتاس رونكاس فريمتاس والرب فريكشن فريمتس. اسمعه ازاي؟ بحسه ازاي؟ نفس التكنيك بتاع التيفيت اهو، نفس التكنيك بس ما بيقولش 44. امال بيعمل ايه؟ بياخد نفس، خد نفس طلع. الاقي بقى تحتيك بقى ايه؟ الرعشه بتاعت ايه؟ الرونكاي او الرب. استنى استنى، الشيست ياخد نفس ازاي؟ تلف كده اهو بتاع بقك، ياخد نفس من بقه، ما ياخدوش من مناخيره، ويلف بقه الناحيه الثانيه، يلف بقه الناحيه الثانيه عشان ما يجيش في وشك دروب انفكشن. و ياخد من بقه علشان خاطر لو في عنده برد المناخيره بتعمل ايه؟ هتعمل كريبتيشن على الشيست، هتسمعها غلط. يبقى لما تيجي تشغل شيست سكولتيشن او عايز ياخد نفس لازم يلف كده اهو وياخد من بقه. ليه؟ عشان مناخيره لو فيها برد شويه كومن كولد كونجيشن هتعمل لك كريبتيشن على الشيست ترانسميتد، وعشان يبص كده عشان خاطر الرذاذ تطلع بعيد عنك. ماشي؟ طيب تعالى كده بقى نحس ده الرونكاس فيرمتس. انا عايز دي بقى لازم تعملها دي 4. يلا خد نفس طلع، نفس طلع، ممل سوبر ميموري، ميموري ها انفرا ميموري. ايه عايز نعمل؟ ابر ابزلري نفس، ابر ابزلري دور ابزلري دور ابزلري على الباك. ودول دول حاسس عنده بايلاترال بايلاترال جنرالايز رونكاس فريمتس اوتوماتيك. طالما ده انت سامعها يا دكتور، هو قاعد بيعمل ازاي؟ ايه ده؟ شايف الصوت ده؟ دي رونكاي سامعها بودنك، يبقى لازم تقول له حاسس رونكاس فريمتس. ازاي سامعها ومش حاسس؟ ما ينفعش ما تقولهاش كده. ده في الاسلوب دي اللي هيقابلك في الامتحان. كده خلصت الاسبكشن والبيشن بتاع الشيست، وخلصت حته الاسكولتيشن. اكمل الحته الصعبه الاسكولتيشن دي عشان خاطر تاخد الايه؟ البركشن وتروح. اللي عايز يختار يختار، ومش عايز بقى مستعمل يبقى روح. كمل الاسكولتيشن بقى. بريتشن بريتشن هيقابلك عشان ده رب البلوريزي، مش في ناس عندها بلوريزي بتاعت الدين. البي ار تسمع مسماعه 44 ده واطي خالص، تقدر تسمعها. وبعدين تاخد ديمينشن. وبعدين انت اوتوماتيك حتى السوق دي ديمينشن بي ار اوتوماتيك لازم يبقى ديمينشن. بس هقول لك على حاجه بتغلط فيها في الامتحان بقى، اقعد كده. في مشكله في الامتحان حالات السوق دي الفي ار ديمينشن، بس في حاجه تقابلك غلطك شويه. حط سماعتك كده اهو هنا سوبر ميموري، تلاقي نفسك سامع صوت عالي وهنا صوت عالي. ايه يا دكتور تفسير الكلام ده بقى؟ ازاي هو ديمينشن وفي المكان ده والمكان ده يكون الصوت عالي؟ لان السماعه جنب الترقيه، السماعه جنب الترقيه، فالصوت جالك من الترقيه عالي. ده ما يغلطكش، كل الشيست ديمينش بيه الا المكان ده بس بيبقى ايه؟ في جنب الترقيه تلاقي صوت عالي بس شويه. خلاص؟ دي ممكن تغلطك، لا دي حاجه طبيعيه عشان جنب الترقيه. عايز ايه؟ عايز ايه؟ بص معايا يا دكتور بقى، الاسكولتيشن بقى، قال لك اسمع الشيست. هتسمعه ازاي يا دكتور؟
البيج ساوند يسمع لوحده على الشيس كله، وبعد كده البي ار، بعد كده البنتجس لوحده، كل واحد لوحده. ما تقولش بقى احط السماعه كده اهو واقول له انا سامع برونكال بريس وسامع برونكوفن وسامع ويسبرنج وسامع عجوفني. ليه بسيادتك ان شاء الله ايه بروف اللي انت ماسكه ده ولا ايه؟ ايه سيادتك ودنك ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. تسمع كل حاجه لوحدها، اسمع البيس ساوند الاول. اه ممكن عين قاعد تسمع كل شيء وهو قاعد. خلاص خد نفس من بقك يلا. لو هياخد كده واقف جنبه كده خلاص ياخد الدم يلا منه، واقف قدامه يبقى خليها يلف على جنبه كده من بقك يلا. اسمع بيس ساوند صبر ممري يلا. نفس طلع، نفس طلع، ممري اهو انفرا ممري ايدك على دماغك. ابرك زلل، مع ابرك زلل، ولورك زلل، مع لورك زلل. ربع ايدك لف الاطار كده بريهم، ربع ايدك ولف ايه لف كده، ربع ايدك. سوبرس كامله، مع سوبرس كامله. خد نفس، كل ده نفس بس، بريس ساوند بس، مالكش دعوه بالرونكاي، مالكش دعوه بالكريبيتيشن. ابر انتر سكابلر مع ابر انتر سكابلر، لور مع لور، انفرا سكابلر مع انفرا سكابلر. وتكومنت بقى كل الارياس، كل الارياس تعمل شيست كله بريس ساوند لوحده، وتكومنت بريس ساوند لوحده، وتعمل شيست كله في ار، وتعمل شيست كله ادنجي ساوند. اه لازم تعمل كده. ده في ثواني مش هعرف معاك حاجه. حالتك لو سيوب دي، حالتك سيوب دي خلاص الصوت خلص كده. حالتك سيوب دي اسمه برلونج فيزيكولا، سامع ايه؟ برلونج فيزيكولا. هتلاقي نفسك سامع ازاي؟ بص بص معايا. ايه ده؟ شوف النفس عامل ازاي سيبريشن؟ بياخد وقت طويل. قول له يا دكتور انا سامع على الشيست كله بايلاترال جنرالايز برلونج فيزيكولا. او تقول بقى ايه؟ معناه ايه؟ يعني ايه برلونج فيزيكولا؟ يعني ديمينيشن فيزيكولار بريس ويز برلونج اكسبيريشن. بيتقال عن ايه؟ زي ما بقول لك مثلا كده يا احمد مش عارف التهامي كذا كذا، يا تهامي على طول. فهمت ازاي؟ بقول لك ايه؟ انا سامع على شيس كول بلاترا جنرالايز برلونج فيزيكولار. يعني ايه برلونج فيزيكولار؟ يعني ديمينيش فيزيكولار ويز برلونج اكسبيريشن. ده لو سيبه دي. حد بتاع الكابتن بقى هيلفت نظرك ايه؟ واقف اهو. انا بسمع اهو. انت بتسمع عامل ازاي؟ بص معايا. بص طبيعي اهو. ده النورمال. بص هنا ايه ده؟ ده الفيزيكولا نفس طويل والاكسبريشن قصير. ده الفيزيكولا. لكن برونكا انتظار رايح قد اللي جاي وفي انتظار بينهم وصوت عالي جدا. لكن ده بص ده الفيزيكولا بريس ساوند. انت لاحظ دلوقتي انت سامع الشيست كله نورمال فيزيكولا، والرايت والرايت سوبرا ماماري سامع لها برونكال بريس. لاحظت انت ايه دلوقتي؟ ان البرونكال دايما لوكالايزد مكان واحد بس، لكن الفيزيكولار بيكون ايه؟ البرونك فيزيكولار بايلاترال، لان حاله السوبي دي، حاله السوبي دي بايلاترال ديزيز. يبقى البرونك فيزيكولار ده بايلاترال اللي هو ايه؟ ايه ده؟ ده برونك فيزيكولار ده بايلاترال. لكن برونكال اهو ده لوكالايز فوق المكان اللي فيه كابيتي او فيه كولابس او فيه نيمونيا، وباقي الشيست نورمال فيزيكولار. خلاص يبقى لاحظت انا ايه؟ ان البرونكال دايما لوكالايز، اما البرونك فيزيكولار دايما جنرالايز. خلاص يبقى حته كافتي انا سامع على الشيست كله نورمال فيزيكولار، والحته اللي سامع لها ايه؟ سامع لها برونكال بريس. لا انا سامع على الشيست كله برونك فيزيكولار. ده سي او بي دي. ذكر اسمع بقى انتشيا ساوند والفي ار. المكان اللي سامع فيه برونكال بريس ده اللي بتسمع فيه برونكوفني بي او بي. البرونكال بريس بس فيه برونكوفني. لكن لو الشيست كله عليه برونك فيزيكولار بسمع عليه انتشيا. لو الشيست كله كده اهو يبقى الشيست كله اهو برلونج فيزيكولار، يبقى الشيست كله على ديمينش في ار. يبقى ماشيين مع بعض. ارجع كده شويه، ارجع شويه. بص كده معايا اهو. لما تلاقي ده انكريز يعني برونك انكريز هتلاقي معايا انكريز في ار، ولما تلاقي ديكريز هتلاقي معايا ديكريز في ار. لما الصوت بيعلى بيسموه برونكال، برونكال. لما بيقل بيسموه برلونج فيزيكولار، برلونج فيزيكولار اهو. طيب الفي ار بقى بيقل الفي ار مع مين؟ مع برونج فيزيكولار. ويحصل برونكوفني اهو مع مين؟ مع ديمج فيزيكولار، مع كريز فيزيكولار. يبقى دايما يا دكتور لو برونكا فيس مع برونكوفني،
لو ديمينش برونج فيجيكولار معاه ديمينش في ار. تعالى بقى لو برونج بريس برونك البريس معاك ليميتيشن والبرونج فيجيكولار معاه هيموكوي. تعالى بقى ازاي الكلام ده بقى عيان سي او دي بقى استنبه في امتحان اما ليك دلوقتي هتقول في امتحان عيان سي او دي من غير ما تسمعه. تعالى اسمع كده اهو ايه دي هيموكوي هي دي السبب ان الصوت بقى برونج فيجيكولار. هي دي السبب ان الارفايه مقفوله والهواء طالع يزيق اهو. العين دي هيلف كده اهو ومن بقه بقى يعملها لك كده سماعات بودنك ده كده ايه ده رونكاي. طبعا يا جماعه مفيش حاله برونكايت الصافي مفيش حاله امفيزيما صافي لذلك الصوت اللي بنسمعه ده بيبقى ايه ازمات البرونكايتس. فبتقولي بقى الرونكاي دي حاجتين مع بعض سيبلنت وسونراس. السونراس عامله ازاي السيبلنت نونوه كده السونراس هتقول انت في امتحان ايه هتقول الرونكاي سامعها بوليفونيك. بوليفونيك يعني ايه يعني سامع الاثنين سيبلنت وسونراس. هيجي بقى زنقك مش زنقك في حيطه لا هيزنقك في الحاله كده على دماغك. بص معايا كده اهو هيزنقك ازاي سامع سونراس فين وسامع سيبلنت فين. السيبلنت بتتسمع على اكزيلا على اكزيلا السيبلنت على اكزيلا دايما اهو ليه في البريفري بتاع الشيست السيبلنت في الاكزيلا ستاي نونوه دي لكن السونراس انتيرو اهو وبوستيرو. السونراس انتيرو وبوستيرو على اكزيلا مع الاكسبيريشن كله مع الاكسبيريشن كله ركاب الاكسبيريشن. بسمع الاثنين دول مع بعض في حد سو دي يكون عنده الاثنين. الازمه بس في الاطفال ما عندش اطفال في الازمه يقول لك ايه حط سماعه كده ايه الشيست كله نونوه مفيش سونراس خالص ولا سيبلنت. البرونكايتس بس وده مش موجود كلها سونراس. عرفت كلها في حاله اسمها البرونكايتس يعني عنده سونراس سيبلنت. يا دكتور استنى ليه سمعت يا بنات ورا ليه سمعت السيبلنت في الاكزيلا وسونراس انتيرو بوستيرو؟ لان السيبلنت جاي من الاستراكشر سمول برونكيولز البريفري اما السونراس جاي من الاستراكشر لارج برونكاي وده فين؟ البروكسيمال بارت. يبقى تاني بقى انا اسمع سيبلنت سونراس البروكسيمال بارت كده اهو ليه؟ الاستراكشر لارج برونكاي. انا اسمع سونراس البريفري كده اهو او استراكشر سمول برونكيولز خلاص؟ عيان ازمات البرونكايتس عنده الاثنين سيبلنت وسونراس فتقول ايه؟ بوليفونيك بوليفونيك. المشكله بقى كمان انها تبقى باي فيزيك يعني ازاي؟ ايه ده؟ رايحه جايه المفروض الرونكايتس بقى ناتوري انا سامعها ايه؟ باي فيزيك باي فيزيك اعمل ايه؟ شيل سماعتك كح كده ريفوش سماعه ثانيه كح حط سماعه ثانيه هتلاقي ايه؟ اكسبيراتوري بس. يبقى قبل الكحه كان ايه؟ شيل سماعتك كح يا عم حطها ثاني اكسبيراتوري بس. ليه يا دكتور؟ بتضحكوا ليه؟ لما نضحك نضحك مع بعض بنتكلم جد يبقى كله ركز معايا خلاص يا جماعه. بص يا شباب يا دكتور ليه لما كح بقت اكسبيراتوري بس؟ لان يا دكتور السكريشنز اللي في البرونكاي السكريشنز بتخليه يعمل ايه؟ انسبيراتوري برونكاي وهو خارج اكسبيراتوري كمان هو باي فيزيك. لما يكح بقى طلع سكريشن ما عادش كده في سكريشن ترجع اكسبيراتوري بس. يبقى اذا نقطه في ضمن التكنيكس لازم عندي كح. تعالى كده اسمع كده بريس ساوند لوحدها شوف هيعمل ايه. اقعد شوف تيجي كمان ازاي اطبقها اطبقها كلها في زبالها. ده حال السو بي دي. بص يا بنات ورا ده حال السو بي دي شوف هعمل ايه. بص كده اسمع بريس ساوند بس لوحده حال السو بي دي. خد نفس طلع نفس طلع نفس 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 الى دماغك نفس نفس يلا نفس اقعد ربع ايدك خلي كده خلي كده ربع ايدك سوبر سكابلر سوبر سكابلر ابر انتر سكابلر نفس ابر انتر سكابلر لور انتر سكابلر لور انتر سكابلر انفر سكابلر انفر سكابلر هات سو دي سامع ايه يا ابني؟ سامع بايلاترال جنرالايز ولونج عامل ازاي؟ ده برونج طيب ماشي ده بقى حاله ايه سو دي اسمع البي ار كمل ماشي انت خلصت في الباك ابدا من الباك 44 معايا ها 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 على دماغك عبر الزله دي ها نام شوف جبتها من ورا ازاي يلا ها ها
وبايلاترال جنرايز ديمينش في ار. كتبت معايا الحاجات دي فايندنج اهو، بايلاترال جنرايز ديمينش في ار. ايه التالت؟ ادفنتشس بقى. بص معايا انا خلصت قدام، ببدا من قدام. شفت انا رحت جاي رايح بالبيس راجع بالفي ار، هرجع بيه اروح بالبيت بالادفنتشس ساوند. يلا خد نفس، طلع نفس. شوف انا بقى وانا بسمع الادفنتشس ساوند، خد نفس دي لوحدها وطلع دي لوحدها عشان عايز اسمع الصوت اللي بيجي مع الانسبيريشن. ده بيبقى كريبيتيشن، اللي بيبقى طالع مع الانسبيريشن ده روم كول. فانا اميز دي لوحدها دي لوحدها. خد نفس طلع نفس، خد نفس طلع نفس. اهو هتلاقي دكتور بقى عشست كله اهو. يلا اهو دخل بقى ابر مع ابر، لور مع لور، اقعد ليك الظهر كده. انا بسمع دلوقتي روم كول، خد نفس يلا طلع، خد نفس طلع اهو. دوشة. بص بقى شيل سماعتك اهو، كح 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 جامد. اسمع تاني بقى اهو، ادريس مره ثانيه يعني، ما كان اسمع مرتين، مره قبل الكحه مره بعد الكحه. اسمع هتلاقي بقى الاكسبيراتور بس اهو، والاكسبيراتور اختفت خلاص. ليه؟ لانه كح طلع سيبيشن. شفت كح السوبر دي عملت انا ايه؟ سمعت بري ساوند الاول وجاب بالفي ار، رحت رايح بالفي ساوند وكح، ورحت راجع بيها تاني اربع مرات. اللي انتوا قعدتوا سمعت على الشيست، سمعت الشيست كل اربع مرات هو بتزعل الثانيه، ما كملش دقيقتين. لا رونكاي بس باي فيز رايحه جايه. احيانا بتلاقي فيها كريبيتيشن مع السكريشن. لما يكون في دكتور عند عين سو دي عنده باي فيز رونكاي لازم يكون في سكريشن، هتلاقي كورس كريبيتيشن معاها. انا مش عايز اعقدها لك، بس حاله السو دي فيها رونكاي بس، بس اكسبيراتوري بس. لو باي فيزك رايحه جايه، ده في عنده شويه برد ولا حاجه مقوماها، اعمل ايه؟ شيل سماعتك بكح. اختفت ليه؟ الكريبتيشن والرونكاي بقت اكسبيراتوري بس. خلاص يا جماعه؟ طب استنى استنى، حالتي كامل ادوله دول بقى. على فكره حالتي الشيست يا جماعه اسهل حاجه في الحياه، بس انا مش فاكر ليه؟ حاله منظمه. حد عامل سوبر دي؟ ده اللي كاتب الشيت كله مره واحده وقاعد وان لوك بروك واحده كده. يعني مثلا كان عندي حاله، كان مثلا سوبر دي في حالاتي بتاعتي قبل ما اعمل اي حاجه، انت ايه بصيت كده بقى الشيست سوبر دي قال لي ازمتك بروكايتس. طب شكرا، اقعد بقى دقيقتين كده. 10 دقايق كنت كاتب الشيت كله، هيستوري كامل واكزامينشن كامل. في ما اوصل عيان هيستوري مين؟ ما انت عارف الهيستوري بتاع السوبر دي. العاده بتشيك من ايه؟ كحه بقى لها سنتين، والكحه دي مش عارفه معاها بلغم، والبلغم ده ايه؟ رحت كاتب الشيت كله واكزامينشن عارفه كله، عملت الموفينج والبوزيشن بوزيشن كل حاجه والستارتيشن، وبعد ما خلصت قلت اشتغل بقى. اوري الدكتور، ما الدكتور في امتحان بيبص عليك بيلف كده، كيف بتكتب بس ولا بتشتغل بس؟ كتبت انا شويه عايز ناخد هيستوري قدام مني. كنت مخلص هيستوري فينيش، رحت كامل ورقه وطلعت ماسك العيان رايح جاي بقى عمال يعني ايه؟ الدكتور يخليه كده بص وايه؟ اشتغل يعني اشتغل وانت عارف ايه؟ وانا رايح للسماعه وراجع السماعه وشيل السماعه كده اهو، واعمل قدام الدكتور ازاي؟ كح اسمعه يعني، يعني عايز اقول له بص يعني المنظر اهو، بص كده خد نفسك من بقك، ها؟ سامعني؟ خد نفسك من بقك كح. قوم ده بيبص يعني ايه اللي انت بيعمل ايه كده؟ جاي محمد رشاد بقى ده اخر فزلك كده، يعني هو عشان واحد في اللجنه، انا بروح اشوف بقى ده عايز ايه. فحتني على فكره، فحتني بس الحمد لله خلاص خدنا في الميه 200 من 200. هو امتحان نظري اصلا العملي الصفر في الحاله اللونج، صفر 60 من 100 ده الصفر بتاعهم. يعني تقول صباح خير اسمك ايه؟ 60 من 100. بنات بنصحكم بلاش تتنكوا في ام الامتحان العملي. بيجي بقى تاخدها جلاله وتقول بقى ده انا بنوته 22 سنه وعروسه قد الدنيا ومحدش يتكلم معايا بقى. يجي يتكلم معايا اعمل لي بتاع اسلوب قرف كده اهو. ليه يعني مش عارف هو هيرسمك؟ ما تضحكوا خش يا ستي مش مشكله، دقيقتين دول لما تخلصي المصلحه. يعني بتيجي قدام دكتور كده اهو وتبقى قرف وكتنه، لا يا بوزك كده بتوع شفرين وعمال لا مش هزار معاه يعني ايه؟ حاضر يا دكتور. بس كده طيب ممكن تعمل ايه؟ ايوه بجد والله. والولاد بقى ما يجيش بقى دكتور يعمل الليفر. لا مش كده يا دكتور، تعمل ليفر. حاضر يا باشا. انت رجلك كده بعد اذنك كنت بتضحك كده وكده وكده بشوش كده بس هو داخل بقى كده اهو. ولا تامر حسني بتاعنا احمد جلال، تامر حسني هيخش طبعا على الراجل بقى عامل ليفر. حاضر كل مره ويعمل ايه؟ هو بقى جاي يعمل ايه؟ شوف الليفر بنسجل. ها الكلام ده ما ينفعش، الحال خليه كده فاميليا ذوق مع الدكتور وبشوش.
مش تاخد بقى جلسه ساعتها وتعملي فيها بقى تنكة بقى. ده انا دكتور، ده انا دكتوره بقى وعروس في الجيش دول، ده ما ينفعش. كتير جدا مره واحده تقول كل البنت كان عندها 100. طب اقول لها ايه؟ ها اديك 100 ولا ايه؟ فكان مثلا تقول له ايه؟ ليه شوف حضرتك يا دكتور المفروض تعمل كده اللي انت عايزه. خدت 95 ساعات، 5 ضربات في كلمه. مش تتحايل عليه ايه؟ هو يا كده يا كده؟ مش كده يا كده، ما تقولش حضرتك يعني. لا طبعا وصلت بقى استريت بس يا استاذ. خلاص خليك واحد جاي جدا يا عم، وروح اكلم مريوم جنب زياره هناك على طريق زياره. قال لي اكلم مريوم، روح يا عم العشاء من رمضان. يا دكتور قال لي في امتحان ذوق ومؤدب كده يا دكتور وبشوش. اشتهي تاكل ساعتها بقى الدقن بقى. قال الله خلاص. كده على ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش برضه خليك يعني ايه؟ يعني ليه تضحك مع الدكتور كده يعني فاهم قصدي؟ خليك كده يا فاميليا. في دكتور بقى رخم يعني الدكتور بقى ايه؟ يعني هو اصلا مش طايق نفسه. جاي الصبح اصلا ما نامش كويس. كان في عدم امبارح ساعتين ثلاثه بالليل في شغل. في ناس لو قلبته فداخل معاك بقى كده اهو بقى وانت واقف بقى والاثنين طين بقى الاثنين الصبح تلاقي ولادنا بتولع نار كده وتدخل. ما ينفعش. خلاص؟ فدي كان واقفه اديك كام بقى للدكتور؟ كان ممكن تقول في الشغل حضرتك. نصاب. اللي انت عايزه وبقى اعرفها بقى فهي عرفت بقى ايه. لا اللي انت عايزه راح جاي ماشي وسايبها. ايه الهبل ده؟ راح مديها 5 95 من 100 5 ضربات راحوا في العصب في كلمه. ففي دكاتره بترخم يعني عسل. طيب كتير يعني. في واحد بقى واد مثبتاتي بقى هو اسمه خالد كده معانا كان رهيب. احنا نضحك يعني ولا ايه؟ اه ده بقى فظيع مش كده عارف حاجه بقى. فطبعا انا داخل اعمل ليفر. قال لي بص يا بيه بيفصل انا مهما اعمل مش هبقى زي حضرتك. مش اكسبيرينس. مش اكسبيرينس بيه. انا هعمل على قد يعني التفه اللي في دماغي. بس برضه انا هبقى زي حضرتك. والدكتور ميت راح مضحك. اه والله وخالد ميت. هوضب اوضب. اصور؟ يمكن ابي. وانا يعني راجل ايه؟ ثبت الدكتور. سواء هو سواء تاكسي ولا ايه؟ سواء تاكسي. لا هو بقول لك اللي حصل. خد الميت. هتقعد تتفرج بقى وفي الاطفال نفس القصه برضه. تلاقي مثلا واحد يسال يبقى متنح كده ورخم، واحد بشوش كده وفاميليا مع الدكتور وبيضحك فاهم ازاي؟ خليك كده يعني ايه؟ طيب اضحك على وقتك لما تصلي وقتك الكليه. مصلحتك مصلحتك يعني مش مشكله يعني. الدكتور فاشل فوق اكتاف الكليه. دافع الساعه 10 بص روح على الكليه ده الناس اللي واقعين اهو 40 جرام. هابي ميلو يابس. خلاص؟ تعالى الحته دي في امتحان اي 60. تعالى بقى يا دكتور بقى اسمع حالتك كبد. كبد على الرايت سايد. هتعمل ايه؟ الخليفه بتاع الكبد. الكبد ده يعني ايه؟ يعني ايه كبدي؟ يعني الشيست كله نورمال ما عدا المنطقه دي. من قدام ومن الجنب ومن ورا، المنطقه دي فيها ايه؟ كبد. كبدي يعني كونسوليديشن، يعني برونكال بريس. يعني ايه؟ برونكوفوني. يعني كريبيتيشن. برونكال بريس، برونكوفوني اند ويسبرنج وكريبيتيشن. تعمل ايه بقى؟ اسمع ايه؟ بريس ساوند الاول. بص يا جماعه الثانيه. نفس من بقك، خد النفس، طلع. خد النفس، طلع. ايه تاني ايه؟ بص هنا وتعالى اهو. هنا ده برونكيا صوت عالي جدا تنزل تحت. يلا نفس نفس انت جاي. اللي اكد لك البرونكيا بقى وانت بتعمل بي اف 44 ها تاني 44 عالي جدا. طب تاكد ازاي بقى بالهمس كده 40. اسمعها يا نور. بص يا دكتور الويسبرنج ده لوحده يخلص كل حاجه ازاي؟ لو دي عليها ويسبرنج مسموع يبقى والله فيها برونكوفني. والله فيها برونكو بريس ساوند. شفت ازاي؟ ويسبرنج. حط سماعه تاني مش سامعه. الويسبرنج ما بيسرعش نورمال. لو اتسمع تحت من الويسبرنج ده على طول كونسوليديشن او كابتن. لو سمعت الويسبرنج تحت منه كونسوليديشن او كابتن. انت في حته مثلا انا سالت نفس الماجستير مره بيقول لي بص يا ابني الحاله دي كان حاله هيلينج نمونيا. اسمع كده هل ده برونكوفني؟ ده برونكو بريس ولا فيزيوكلر؟ حاله هيلينج نمونيا. وبدل وقت معايا بقى الحاله كان تحني الاثنين لوحده. هو واقف قال لي بص كده يا راجل في حل برونكو نموني. الصوت اللي ورا ده ايه؟ ده برونكو بريس ولا فيزيكال بريس؟ الاطفال بقى المشكله ان الفيزيكال بيكون هارش قريب من برونكو. حطيت السماعه الصوت ايه؟ زي البرونكو بالظبط بصراحه مش قادر اميز. فرحت عامل ايه بقى؟ قرصت الورق كده اهو. قرصه بس كده اهو. خليته يعيط. تمام؟ سمعت الصرخه ايه ورا بقى؟ تضرب ترج ودنك. برونكوفني جامد جدا. دكتور الصوت ده برونكو بريس. خلصت. خلصت. تعالى صوت برونكو ودنك برونكوفني برونكو بريس. لو عايز كبير شويه خليه يقول ايه؟ سمعت الويسبرنج على المكان ده يبقى في برونكوفني وفي برونكو بريس.
لكن مفيش برونكوفني بروكابريس، مفيش برونكوفني ولا ويسبرين، يبقى مفيش برونكابريس. ده بالتبادل بالعكس لو انت عايز تاكد كلامك معايا. طيب يبقى انا بسمع بقى ايه حاله كافيتي على السايد، بسمع لقيت هنا برونكابريس، كملت البرونكوفني، كملت عنده ايه ويسبرين، يبقى اكريديشن. تسمع اكريديشن على الحته دي بس، خلاص بقى كده انت عارف المكان ده، هنا مفيش حاجه، هناخد نفس طلع كريبتيشن انسبيراتوري بس. افرض بقى الفيزيك بقى تك 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 رايح جاي رايح جاي، تعمل ايه؟ تشيل سماعتك كح، وبعد ما يكح تعمل ايه؟ تحط سماعتك تاني، هتلاقي كريبتيشن رجعت انسبيراتوري بس. ايه اللي خلاها باي فيزيك؟ ان في سيتيشن في البرونكاي عمال تتحرك رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، فعملت باي فيزيك كريبتيشن. لما الكح بيطلعها بره ترجع انسبيراتوري بس. الهواء يخش يعمل ايه؟ يعمل بابلنج مع الايه؟ مع السيتيشن بولشز. نعم؟ تتكس وتخبش. اقول لك ازاي؟ لو كل واحد يلمع سماعته كده اهو، حطيتها جنب شعرك كده وعزيت شعرك كده اهو، بص كده يعمل شعرك بيديك كده اهو، خلاص تسمع صوت كرفشه. الصوت ده هو صوت الكريبتيشن اللي انا دلوقتي. بس طبعا عايز احد شعره ايه يعني، يعني شعره طويل يعرف يسمعه. البنات طبعا يسمعوا كويس جدا، الولاد شعره طويل تحط سماعتك كده وخفش شعرك كده. ادي الطريقه دي احسن اقرب حل للكريبتيشن، بس دي فاين. طب الكورس والميديوم، الملح على الحله على النار، حط ملح على الحله في النار، تسمع التقطيعه بتاعت الملح ده، دي الميديوم الكورس. او كيس اللب يا جماعه الورق ده خبص بيه كده، دي ميديوم الكورس. البابلينج بقى اللي هو بتاع الشيشه بقى، لازم تروح تشرب شيشه تفاح. في بنات بتشرب شيشه تفاح على فكره عند كونت اسمها ايه دي يو سي. اه والله لما قعدت بشرب حاجه هناك فريد بنتين قاعدين بي ايه حاجه يعني جنبها يعني ايه شغل معلمين وبنات في كليات، يعني حاجه غريبه خالص صراحه، يعني مش عارف بيعملوا كده ليه. لا احنا رجاله نكيس نشرب تشرب تفتت شيشه وتدي اللي جنبها. ادي يا عم الشباب بتوع 2011. بص يا عم شوف الصوره، بابلينج زي الشيشه بالظبط، يبقى الفاين شعر نفسه، الميديم الكورس تقطع كيس اللب او الملح على النار، والبابلينج هي مين تحت الشيشه. مش حد يقدر الكريبتيشن دي خالص. بقى البركشن بقى عشان نخلص عشان تروحوا. ايوه نبدا بالباد فايلز. في عنده بروك في سكابتي، في بروك قفني ويسبرنج على كابتي. خلاص يا جماعه بقى 10 دقايق ربع ساعه اهو، خلاص 10 دقايق ربع ساعه ونمشي. ولا يا عبد الرحمن هنخلص اهو، هنخلص يا عم 10 دقايق بس، مش عايزين 10 دقايق. كمل الشيست بقى اقعد اقف على الارض عشان كمل 10 دقايق يا جماعه. بص بص هو ما تغلطش الدنيا، كمل ديفرنس. الليبر يا جماعه فين مكانه؟ الليبر فين مكانه؟ زي الميديا بكر لاين اهو، الليبر هنا اهو، الميديا بكر لاين تاني اهو، الليبر مكانه فين؟ ديبس سبيس ميديا بكر لاين من هنا كده اهو، ده الليبر، ادي الليفت لوب وادي الرايت لوب، ده الليبر يا جماعه بالظبط. يبقى الليفر مكانه فين تاني؟ اهو هو كبر قوي. بيبدا منين؟ بيبدا طبعا ان شاء الله الثالث الجاي عندنا جنرال، الثالث الجاي ساعتين البدايه ساعتين؟ اه هناخد ساعتين بالظبط، جنرال ورماتولوجي وثايرويد وليمف نود، كل الحاجات الجنرال دي وريك بينز، كل ده هناخده من الثالث الجاي ان شاء الله. الكوره هينزل بيه. بص معايا كده، لا انا عندي مستشفى، عندي مستشفى، عندي مستشفى. ده الليفر يا جماعه اهو، بص معايا كده، ده الميد لاين، ده الميد لاين. لما تشتغل ليفت لوب، بص معايا الليفر الاول اللي بتيجي من هذا الضلس تعمله ازاي؟ بالبركاس كده اهو، دي من ليفر مستر ناي، دي سيرنم، السكند ريب اهو، سكند سبيس، سيرد ريب، سيرد سبيس، فورس ريب، فورس سبيس، فيفث ريب، فيفث سبيس، سيكس ريب. بص دلوقتي معايا بالبركاس كده، هنا كده اهو سكند سبيس، وهنا كده اهو سيرد سبيس، وهنا فورس سبيس، وهنا نفس سبيس. انا مكان بركشن بدل الضلس بقى، ركز معايا، حد ده دكتور سوسانوش لوز انجل، سكند سبيس، سكند ريب، سكند سبيس اهو، ادي سكند سبيس، هتلاقي ريزونانس الريب اهو، ادي سبيس ريزونانس الريب اهو، ادي سبيس ريزونانس، اربعه خمسه امبيرد روم، لان الليفر موجود واللنج قدام منه. خد نفس جامد دكتور، اللنج بتكبر تزق الليفر تحت، خد نفس جامد اكتب الليفر نزل تحت خبط ده اسمه تايدر بركشن. يقول لك تايدر بركشن ينفع تعمل فين تاني غير هنا؟ قول له ينفع تعمل ورا يمين وشمال، لكن ما ينفعش تعمل قدام شمال عشان هنا في هارت فوق الليفر. طب ورا تعمل ازاي؟ ورا ازاي؟ يا دكتور الامبيرد روت هنا كنت تسعه والانجل بسكابلا تحتها سبعه، بحدد سبعه فين وانا قاعد طبعا، سبعه اهو بخبط عليه ريزونانس،
احس 8 تحت منه وانزل ريزونانس 9 ريزونانس امبيرد موت 9 خد نفس وقتم خد نفس وقتم تيرم ريزونانس ده كان يا جماعه مين على الباك ونفس القصه الناحيه الثانيه وهو قاعد بتعرف تحددها على فكره وبعدين في هنا ميزه حلوه خالص بص الصابع ده عامل ازاي ورا بين السبيس والثاني وان فينجر يعني ده 7 يبقى ده 8 يبقى ده 9 دي سهله جدا ورا في اصلا قدام على فكره اهو ده 7 يبقى ده 8 ده 9 اسنشن طيب ده 7 ده 8 ده 9 اهو ورا بعض اهو بينهم وان فينجر بس اسهل من قدام الامبيرد عند 9 خبط وثبت ايديك خد نفس وقتم تيرن ريزونانس وينفع تعمل هنا برضه اهو ثلاث اصابع بالظبط بينهم يا جماعه كده 7 7 8 9 ده مين تايدل يقول لك اعمل ريفرس تايدل قول له شيت ما ينفعش تعمل ليه التايدل بوزيتيف ما ينفعش ريفرس تعمل ايه ريفرس تايدل دوت انا ماشي كده ريزونانس 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 امبير خد نفس وقتم تيرن ريزونانس طالما تيرن ريزونانس طالما تيرن ريزونانس ما ينفعش اعمل ريفرس تايدل طب امتى تعمل ريفرس تايدل خد نفس وقتم اخبط الدالنس الدالنس لسه موجود اعمل بقى ريفرس تايدل ازاي خد نفس وقتم هطلع وان سبيس أربعة وخبط وخبط هيحصل ايه؟ بص انا في خمسة اهو بخبط امبيرد نوت خد نفس وقتم لسه الدانس موجود ساعتها لازم اعمل ريفرس تايدل اعمل ايه بقى اطلع وان سبيس أربعة وخبط تاني لو أربعة لسه ريزونانت زي ما هو يبقى الدفرام ده فيكسد لا طلع ولا نزل لو أربعة بقى ضل لما خد النفس بقى ضل يبقى الدفرام طلع لفوق وعمل ضل سنه يبقى ده يا جماعه ايه بارالايز دايفرام يبقى اذا الريفرس ده بعمله ليه عشان يفرق الفيكس دايفرام من البارالايز دايفرام ازاي وصلت خمسه خبطت امبيرد نوت خد نفس اوبتيم لسه ايه الضلس موجود قسمت وان سبيس وخبط تاني وهو واخد نفس جامد اوبتيم اخبط تاني على اربعه لو اربعه ريزمنت يبقى الدايفرام فيكس ما اتحركش اربعه تاني ايه بقى ضل يبقى ايه يبقى الليفر طلع له فوق يبقى ده معناها بارالايز دايفرام خلاص انما لو خبطت كده امبيرد نوت خد نفس اوبتيم تاني ريزمنت اه ما ينفعش اعمل ريفرس تايدل لو قال لك اعمل ريفرس تايدل وشجعت تحاول اه تنقص هدي غلطه بقى في اعمل لي يا ابني بدل دانس عملت اعمل تايدل عملت اعمل ريفرس تايدل لو ما ينفعش طالما التايدل موجود بص في ما ينفعش اعمل ريفرس تايدل لما التايدل نيجاتيف اعمل بقى ريفرس تايدل خلاص طيب بقى لما تعمل الليفر لازم تعمل الكارديو بركشن كله يا راجل ايوه جزء من الشيست ايوه جزء من الشيست اشمعنى قال لك عشان الامفيزيما يعني بص معايا كده اهو ادي الاورطه اهو والبلمونري وراح تكون كده اهو كده اعمل بكشن الارض اه على البيز وعلى الويست وعلى الرايت بوردر وعلى البير اريا وعلى الليفت بوردر اهو تعمل كل كارد بكشن خلاص اه ليه بعمله بص في حاله الشيست كله عشان الفريزيما بيحصل ايه الكروشن بتاع كارد الدارنس الفريزيما بتداري على مين على الدارنس بتاع الارض خلاص بعد كده تبدا تعمل الشيست بروبر بقى ايه الشيست جروبر ده بقى؟ الشيست نفسه اللي هو بشتغل ازاي؟ قدام بشتغل على ميد كليبوكر لاين لحد كام؟ لحد ستة لحد ستة طيب وهنا بشتغل على ميد كليبوكر ومن عند السبيس رقم ثلاثة بحول على مين؟ على انتيريو زيرو لاين لحد رقم ستة برضه طيب نمسح كده عشان نوضح الشيست جروبر نفسه عايزين وايب يا جماعة الباتيك دونس انا عملتها كده قال لي نص وراح ماسك ورا كده قال لي ده كده انت جبت سبان ليفر سبان معرفش الدكتور عادي ليفر سبان دوكا هنعمله لهم كده قال لي ليفر كونتاكت كده بس ليفر سبان ليفر سبان لا في في اسم في كومنت على الباتيك دونس غير زمان الباتيك دونس بص بص في حاجه اسمها ايه؟ بركاست الباتيك دونس في ليفر سبان او اكزامن الليفر كله اكزامن بقى ديت هتعمل بقى الرايت وتعمل الليفت وتعمل سبان اللور بوردر لحد الاور اللور بوردر ناحيه يعني سبان ناحيه وعلى ناحيه يا جماعه السؤال في الجوي تي ناخد الجوي تي ان شاء الله السبت الجاي هقول لك سؤال اسمه اكزامن الليفر في سؤال اسمه اكزامن الليفر وفي سؤال اسمه بركس بركس اللي هادي الدرس فادي الدرس يبقى الابر بوردر فادي بوردر بس الابر الابر لو بركس يبقى الابر بوردر على السايد لو اكزامن ابر بوردر هنا والليفت لوب هنا ومن تحت ومن تحت ريس سبان من الاثنين المسافه دي تمشيها فاهم ازاي كده لو كان اكزامن فاهمني يعني هو معنى السؤال بقى عنده هو عايزه اكزامن وبقول لك بركس دي قصه ثانيه وضح له معنى السؤال ركز معايا دول بقى عشان شيست بروبر الله يخليكم شيست بروبر بقى يا جماعه خلاص يا جماعه معلش 5 دقايق كمان هنخلص بقى لنا ربع ساعه بنقول 5 دقايق خلاص خلاص 5 دقايق يعني بص لكم معايا كده
خلاص 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 لو ماتش الاهلي والزمالك شغال هتقول يا عم الواد بيستمتع. بشتغل يا جماعه في الكافيه ازاي؟ هنا بشتغل في الكافيه اونلاين لحد تحت لحد 6، وهنا بشتغل على الميد كلافيكر لحد 3، واحول على تيلو زيلر لحد 6. حلو قول كده يا فين على دماغك بقى ايه على دماغك؟ الاكزيلا لف كده الميد اكزيلر اهو لحد 8، الميد اكزيلر لحد 8 اهو لحد 8. على الباب بقى ارفع ايدك بشتغل سكابلر. سكابلر بخش كده انتر سكابلر وارجع كده اهو سكابلر تاني لحد 10. نوكي اهو دور سكابلر اخش انتر سكابلر وكمل كده لحد 10. سموسي فايف وتاني بقى بالكاشن اتجاه ازاي شيس بروبر على الفرنت وعلى الباك وعلى الزل على الباك تقول لي يا فلان سوبر سكابلر هلف انتر وارجع انتر سكابلر لحد 10 على الزل على دماغك كمل انزل لحد 8 ده لحد 6 يعني ايه؟ يعني تضلص عند 6 تضلص عند 8 ورا تضلص عند 10 خلاص؟ هنا تضلص عند 6 جمع 8 ورا عند 10. هتبقاش تشيس بروبر ازاي؟ قدام ومربع ايده اخبط على مين؟ على كلافك الاول دايركتلي كلافك الدايركت كده بس يا جماعه وكده لايت بركشن على اللانج وتشغل قدام وعلى زر اللايت لما تشغل على الباك وبهيم يا بنات غريب. نبدا يا جماعه من كلافك هنا اهو لان كلافك دي بون عظمه يبقى لازم اشتغل عليها ايه دايركتلي دايركتلي. بص كده كلافك اهو دايركت فيرست سبيس مع فيرست سبيس سكند سبيس زجزاج اهو مع سكند سبيس سيرد سبيس سيب الميد كلافيكولا وروح على الدريل اوكسيلر مع سيرد سبيس فورس سبيس على النبل مع فورس سبيس هيبس سبيس هنا هنا فيس سبيس دخلت على التمريت بتاع الليه بتاع الاستومر هنا فيس سبيس دخلت على الميد بتاع الليفر ده ايه ده الفرنت الاكزيلا بقى هنا على دماغك حط صباعك اهو هتلاقي هنا لحم كده الاكزيلا مفيش سبيس تبدا تنزل لحد ما تلاقي سبيس اهو اول سبيس تحسه ده 4 لان الاكزيلا دي بتداري على 1 2 3 يبقى انا كده اهو مفيش حاجه لحم اهو 2 مفيش حاجه 3 مفيش 4 هو اللي هتحسه كده يبقى اول سبيس بتبدا بيه 4 ببدا بنزل من 4 مع 4 الناحيه الثانيه بص معايا جت فاضيلك مكانها فين لف كده اهو 5 تحت منه تمشي معاه مع 5 الناحيه الثانيه 6 لحد كام لحد 8 تيجي على الباب ربع ايدك سوبر سكابلر مع سوبر سكابلر ايدي بقى جامد هنا اي خبط جامد انتر سكابلر ابر سوبر بيرفكت كده او كده ابر انتر سكابلر مع ابر ولور انتر سكابلر مع لور بتوع البطنه الخاصه بقول لك ممكن تعملها هورزونتال بتوع البطنه الخاصه ماشي يبقى ايه هنا سوبر فيرتيكال جنب اليوم الفقري وخبط له ابر انتر سكابلر مع ابر انتر سكابلر لور مع لور انفر سكابلر بقى هبدا من 7 اعلمه ازاي دوت اهو الانجل اهي ده 7 لو عملت كده اهو 7 8 9 اهو بالظبط طب 7 مع 7 الناحيه الثانيه 8 تحت منه اهو مع 8 الناحيه الثانيه 9 تحت منه اهو مع 9 الناحيه الثانيه ضامس عند كام عند 10 يبقى قدام دانس في 6 هنا في 8 هنا في 10 ده شيست بروبر سبيشال تيست سبيشال ارياس اقعد لف كلام كده اول حاجه سبيشال ارياس كرونكس اسمس خدنا البيل اريا خلاص كرونكس اسمس ده فين؟ اهو ادي الميديا تو سيرد اوف ذا كلاب اهو وادي لف كده ماي وط كده اهو دي مجازا بقى دي دي مجازا البوستيرو الميديا هاف سكابلر سباين ادي الانتر بوردر اهي ميديا تو سيرد كلاب وادي البوستيرو بوردر ميديا هاف سكابلر سباين اوصلهم ببعض كده اوصلهم ببعض كده ده كونز اسمس اهو شبه منحرف انتر بوردر ميديا تو سيرد كلاب شايفين السو بوردر ميديا هاف سكابلر سباين اللاتر بوردر جانكشن بتوين زم ميديا بوردر من الاستيرنو كلافيكولار جوين لحد السباين بتاع السبعه شبه المنحرف ده اسمه كونكس اسمس اريا اوف هايبر ريزونانس فور لانج ايبس اريا اوف هايبر ريزونانس فور لانج ايبس خبط عليها ازاي ليه الاول هي سبيشال اريا هي ليه سبيشال اريا هي ليه سبيشال اريا لان يا دكتور كل البركشن من ريزونانس ضل ريزونانس ضل ما عدا دي والبير اريا والتروبس
من ضل ريزونانس ضل اهو وريزونانس اهو من ضل اهو ريزونانس اهو مو متخبط كده مو متخبط كده ضل ريزونانس نورمال هاف ريزونانس السؤال بقى الباوندرز قلتها لي ميدل سيرد كلافكل ميدل هاف كامر سباين جانكشن جانكشن اللي جاي يعمل ضلس عليها ايه ضلس قول له ابيكال سوليد ديجن زي مين تي بي بانكوست بلور كات نيمونيا فريدلاندا نيمونيا ايه يا ابن البلور كات ده يعني فيبروزس في الايبس تحت بلوره فيبروزس في الايبس تحت بلوره اللي يعمل هاب ريزونانس فيها او تمبريتك نيموسوركس ايه الثانيه بقى هو فيها ده تبع شيست تبع شيست برضه سبيشال اريا مين هي البير اريا البير اريا احنا عملناها اهو 4 و6 وادي جامش بيرزم اهو ده 4 ده 5 ده 6 ده ميد لاين ده برسلنا لاين خبط عليه لسه بقى دروب سيري دروب سيري دي فين بقى نقطه على 6 ليب ميد كابوكر لاين ميد كابوكر اهو اهو نقطه هنا اهو نقطه على مين ادي ميد لاين اهو ركز معايا سمعكوا كويس دي ركز معايا عشان اسمعكوا كويس ركزوا عشان اسمعكوا كويس بس اسمعوا معايا اهو ركزين اهو مركزين اسمعك بالظبط قوي خالص جدا نركز فيها جامد بص يا جماعه كده حاسم خطين كبار خلاص اخر حاجه دي ادي ميد اكزيلري وادي ميد لاين وادي الميد كلافيكولار لاين اهو في النبل وادي باراسلينر لاين معدي بينهم اهو بين الميد لاين وبين مين وبين الميد كلافيكولار لاين تقاطع الميد كلافيكولار مع السكس ريب ادي نقطه تقاطع الباراستيرنال مع كوستال مارجن ادي نقطه تقاطع من الاكسلري مع 9 مع 11 يبقى دي يا جماعه مين؟ روب سيريا يعني تاني بقى ازاي جبتها دي؟ ادي الميد لاين اهو وادي الميد كابوكلر اهو بينهم الميد ايه باراستيرنال بينهم بالظبط او جنب الاستيرنال ب 1 انش لما يتقاطع مع كوستال مارجن النقطه دي كده اهو التقاطع ده اهو ده اسمه ايه؟ ده اسمه 8 كوستر كارتج او الباراسيرنال اهو بيتقاطع مع كوستر مارجن 8 كوستر كارتج والميكرا بيفلر اهو بيتقاطع مع 6 ريب يبقى ليه 8 كوستر كارتج ليه 6 ريب ميدا زير بيقطع 9 و11 مين ده يا جماعه دي تروبس ايه هنا السبلين الناحيه دي هناخده في الجوينت ان شاء الله وهنا الليفر او الليفر اهو كده اذا دي منطقه فيها الاستومك فندس كمان اهو مش كل الاستومك كمان فندس بس فعشان كده التمبريتك ريزونانس التمبريتك ريزونانس بتاع السمك بين الضلس بتاع السبيل والضلس بتاع الليفر التمبريتك ريزونانس في السمك بين الضلس بتاع السبيل والضلس بتاع الليفر بتعملها ازاي بقى دي؟ تمام؟ تنام العيان وتحدد تروبس اريا رفلي ايد العيان لو حطيتها كده اهو بحيث يكون الصم بيرتك على النبل الى هناك لو حطيتها كده اهو بحيث يكون الصم بيرتك على النبل كده ايده على تروبس اريا بتاعته بالظبط اهي ايدك على التروب سيريا بتاعتك بالظبط يبقى حط ايد العيان بحيث يكون صم بيرفكت على النبل ايده على التروب سيريا بتاعته بالظبط دي اسمها الرف ميسو الرف ميسو دي منين بتشيل ايد العيان وتخبط بيرفكت كده كده بترن ايه يقول لك هو دي رف ميسو هو في اكوريت ميسو ولا في اكوريت ان ارسمها لك بالظبط ازاي ارسمها لك اهي ارسمها لك ازاي بص ادي النوتش نوز انجل سكند ريب سكند سبيس ثيرد سبيس فورث سبيس فيفث سبيس ادي 6 ريب اهو مع ميد كلافيكولار والبار ستيرنا مع مين؟ مع الكوستا مارجن و9 و10 قال لك لو نزلت من 6 هوريزونتالي هتلاقي ريب رقم 9 يا دكتور ازاي الكلام ده؟ هقول لك ازاي؟ اهو مش ده 6 اهو ماشي كده و7 اهو و8 اهو و9 اهو يبقى هنا 6 وصاد منه 9 اهو عشان الريبس طلعوا بليك فنزلت من 6 كده اهو هتلاقي نفسك عند 9 انزل منه لحد 11 وارسم بقى شبه المتحرك ده الاكل اما الرف ميثود ايد العيان احطها على المنطقه دي كده اهو بحيث يكون صامي بيرفكت على النبل ايده على الروبس بتاعها لو شلت ايديه تخبط انت كده بتقص 100 روبس ايه اللي يعمل ريزونانس عليها ضلس عليها سؤال معتاد دخل فارس بلين ميجالي او ليباتو ميجالي او فيوجن من فوق او اسايس من تحت او فول ستوبك ده السؤال الطبيعي، السؤال العكسي بقى كوز وايد دروبس اريا. النسبين يرجع ازاي؟ سبرينكتومي او الليفر يرجع سيروزس
او لو بترجع واللابس او بريتون هواء او الاستومك شارب ايه يا جماعه؟ مياه غازيه. خلاص ماشي يا جماعه كده كده خلصنا يا جماعه. شيس بعد يوم 3 ساعه 2 الجنرال.